بين الأولوية للمنتج الوطني. نحن لا يمكننا أن نمنع المنتجات الأخرى من دخول البلد، هذا كما تعلمون الآن هناك في بعض الأمور اللي ممكن الواحد يتخذها، لكن أنت لا تستطيع أن تحافظ على أن تدعم منتجك بطريقة أنك أنت تمنع المنتجات الأخرى أن تأتي إليه. هذا سوق مفتوح، والآن نحن في مسألة العولمة والتجارة الحرة وكل هذه الأشياء، لكن من المهم أن نحن نكون على وعي ونكون على مستوى المسؤولية والوطنية بأن دائما نعطي الأولوية للمنتج العماني. فأنا أحيانا أسأل بعض الناس إذا عندما ألتقي بهم، يعني مثلا هو لابس شيء، يعني كل منا بيلبس دشداشة، مثلا يسأل هذه الدشداشة من صنع وين، حتى هو ما يعرف هي مصنوعة في اليابان أو مصنوعة في الصين ولا مصنوعة في كوريا أو مصنوعة في الهند أو مصنوعة في أي مكان، حتى ما يعرف الشيء الذي يشتريه ما هو مصدره، وهذا شيء غير طيب. الحقيقة الإنسان لما يذهب إلى مكان ويشتري يجب أول أن يرى هذا منتج من وين. إذا وجد المنتج العماني وإن كان يمكن قيمته شوية زايدة ب200 بيسة ولا 300 بيسة ولا 500 بيسة، فيعطيه الأولوية. هذا 500 بيسة الزايدة شوية يعني في هذا المنتج البعض بينفقها إلا في أشياء غير مهمة أبدا، فلا يقول لا أنا هذا المنتج شوية أغلى من هذا وأنا سيرحل هذا. لا، في نهاية المطاف هو بيدعم نفسه حقيقة. كيف بيدعم نفسه؟ لأنه كلما توسعت هذه الصناعات وهذه المؤسسات كلما كانت فرص العمل أكثر لأن تستوعب أيادي عاملة أكثر، لا شك في هذا.